أهلا بكم إلى أهم أخبار ليبيا وهذه عناوينها. اتهامات إلى خفر السواحل الليبي بعرقلة أنشطة الإنقاذ في المتوسط، سحب عينات من وجبة العشاء التي تسببت بحالات تسمم في الخمس، والمنتخب الليبي يواجه غينيا الاستوائية الأربعاء المقبل. اتهمت 56 منظمة إغاثة وإنقاذ دولية قوات خفر السواحل الليبي بإعادة قوارب الهجرة غير النظامية بشكل قصري إلى ليبيا، وطالبت المنظمات في بيان مشترك الاتحاد الأوروبي بالتدخل الفوري وإنهاء أي محاولة لعرقلة أنشطة الإغاثة الإنسانية في البحر المتوسط. شرع مركز الرقابة على الأغذية بسحب عينات من وجبة العشاء التي حضرت في أحد مطاعم صالات الأفراح في مدينة الخمس وتسببت بحالات تسمم غذائي، وبحسب الإحصائيات الأخيرة بلغت أعداد حالات التسمم 85 حالة من بينها حالة حرج. أعلن النائب العام تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء وزيرة الخارجية المقالة بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وقال مكتب النائب العام إن اللجنة ستتولى مهمة تقصي مدى الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات. جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تأكيده أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسة، مضيفاً أنه ناقش خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التطورات السياسية الجارية في ليبيا، مشدداً على ضرورة تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة. يواصل منتخب ليبيا لكرة القدم استعداداته لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية الأربعاء المقبل على ملعب شهداء ابنينا ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أمم أفريقيا، ويخوض منتخب ليبيا اللقاء على أمل تحقيق فوز معنوي بعد فقدانه فرصة التأهل، إذ يحتل الترتيب الرابع والأخير في المجموعة العاشرة. أعلنت وزارة الصحة بحكومة الدبيبة تجهيز مركز سبها الطبي بأكبر قسم حضانات في المنطقة الجنوبية، وتبلغ السعة السريرية لقسم 30 حاضنة لاستقبال الأطفال الحديثي الولادة المكتملي النمو والخبرج. نهاية النشرة، إلى اللقاء.